اهلا وسهلا بيكم في باقي اجزاء محاضرتنا النهارده. اتكلمنا في الجزء اللي فات عن الانفوجرافيك او كما نسميه باللغه العربيه المعلومات التصويريه، بانه من احدث ومن اهم اشكال الرسوم التوضيحيه. وان الانفوجرافيك دوره ببساطه شديده جدا كوسيط بصري ان هو بيبسط المعلومات اللي لو تم عرضها في شكل مكتوب او مقروء هيصعب فهمه. وفي نفس الوقت اكدنا ان مفيش داعي ان انا كل معلومات اعمل لها انفوجرافيك، يعني لو معلومة بسيطة هتوصل لي المستفيد بتاعي عايز اوصلها له مش محتاج ان انا اعمل لها انفوجرافيك. والله لو عايز اعمل لها رسم توضيحي علشان يلفت الانتباه فممكن اعمل لها شكل تاني من اشكال الرسوم التوضيحية غير الانفوجرافيك، زي الملصقات اللي احنا قلنا عليها او البروشورات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي البروشور اللي هي اللي بتبقى زي البوستر لكن او بنسميها المطويات اللي احنا بنوزعها او بتتوزع عليكم بالايد لما بتيجوا مثلا تبقوا واقفين قدام الجامع وخارجين من صلاه الجمعه، فتلاقوا واحد بيفتح شركه او بيفتح مكتب فيوزع عليكم ورق كده، ورق دعايه بيبقى بنسميه بروشور او مطويه مكتوبه فيها الشركه بتاعته وبتقدم منتجات ايه وايه 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 وايه. المهم الانفوجرافيك ده له مكونات زي ما قلنا، ان هو الانفوجرافيك زي ما شفنا مثلا في الشكل اللي فات دون، ادي مثلا ما قلنا ده شكل انفوجرافيك. لو بصينا في الشكل ده نقدر نقول ان مكونات الانفوجرافيك ايه هنا؟ نقدر نقول ان الى ان الانفوجرافيك هنا يتكون من عده مكونات او من عده عناصر. ايه هي بقى؟ العنصر الاول او المكون الاول اللي احنا بنسميه بيه المكون او العنصر الايه؟ البصري، اهو اللي هو الصوره اللي احنا قدامنا دي يبقى صوره اللي هو المكون البصري. كذلك لو ركزنا برضو في المثال اللي قدامنا بتاع الانفوجرافيك ده نقدر نقول برضو ان الانفوجرافيك هنا الى جانب المكون او العنصر البصري اللي هو الصوره بيتكون برضه من عنصر او مكون نصي اللي هو الكلام اللي مكتوب اللي هو اللي احنا شايفينه ده، تمام؟ يبقى اذا الانفوجرافيك يتكون من مكون بصري ويتكون ايضا من مكون نصي، عنصر بصري اللي هو صوره او رسم وعنصر نصي او مكون نصي اللي هو الكلام اللي بيبقى مكتوب وبيبقى مرافق للرسم او للصوره اللي محطوطه في الانفوجرافيك. عن طريق الصورة أو عن طريق المكون البصري والمكون النصي أنا بيوصل لي معلومة أو بيوصل لي معرفة بتوصل لدماغي أو بتتقرب للذهن بتاعي. أما عن أسباب ظهور الإنفوجرافيك هنلاقي إن هناك مجموعة من الأسباب والعوامل أو المبررات أدت إلى ظهور الإنفوجرافيك وانتشاره بشكل كبير جدا. من أهم هذه الأسباب إن المعلومات بتتزايد وبتتنامى بشكل كبير جدا على مدار اللحظة. على سبيل المثال في موضوع الكورونا اللي احنا فيه كل يوم في معلومات جديدة متعلقة بعدد الإصابات والوفيات والحالات الإيجابية والحالات السلبية. المعلومات دي أنا محتاج إن أنا أعرف بيها الجمهور كل يوم. لو أنا قعدت كل يوم أعرف بيها الجمهور بشكل مكتوب أو بشكل مسموع المذيع يقعد يقوله، فالمستفيد أو الجمهور اللي هو احنا هيتلخبط. لكن أما أعرضها له كل يوم في شكل انفوجرافيك، شكل مبسط يبسط المعلومة يوضح لي فيه عدد الإصابات، عدد الحالات الإيجابية، عدد الحالات السلبية، عدد الوفيات، إجمالي الوفيات، إجمالي المصابين، هلاقي إن المعلومة أصبحت بتوصل لي بشكل أيسر وأسهل. برضو من أسباب انتشار أو ظهور الانفوجرافيك وانتشاره بشكل كبير رغبة الجهة أو الشخص أو المنظمة أو المؤسسة أو الفرد اللي بتعمل الانفوجرافيك في تبسيط أو لتبسيط المعلومة للمستفيد. يعني المثال اللي فات بتاع الانفوجرافيك اللي قدامنا بتاع الآثار السلبية للتدخين، أنا لو قعدت الكلام اللي معمول أو اللي ظاهر لي أو المعنى أو المعلومات اللي ظاهره لي عن طريق الانفوجرافيك دي قعدت أكتبها علشان أشرحها للمستفيد ممكن محتاج 3 4 5 6 7 8 10 صفحات وفي الآخر مش هيقدر يلم بيها. لكن عن طريق انفوجرافيك
كتفك ورقة واحدة بس او نزلتها له على الكمبيوتر او علقتها له في شكل مطبوع، قدر ان هو يجمع المعلومات دي كلها، بل استقرت في عقله اسهل وايسر. يبقى اسباب انتشار الانفوجرافيك: الرغبة الاولى ان المعلومات متزايدة وانا عايز اوصل لها المستفيد، مثلا قلنا على سبيل المثال في حال الكورونا فالانفوجرافيك هيبسطها لي بشكل ايسر. ايضا الرغبة في تبسيط المعلومات. ايضا من الاسباب اللي ساعدت على انتشار الانفوجرافيك بشكل كبير جدا انتشار البرمجيات اللي موجودة على الحاسب الالي او اللي بتتسطب على الحاسب الالي بتاعي، واللي بتمكنني من تصميم انفوجرافيك بشكل بسيط وسهل جدا. اتمنى، وده مهم جدا 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 جدا، علشان خلاص لو هنقيمكم عن طريق الابحاث هجيب لكم موضوع بحث من ضمن الموضوعات اللي هقولها لكم هتبقى مرتبطة بالانفوجرافيك، فاريد تخشوا تدربوا نفسكم من دلوقتي عليه. هدخل فيه، عندي برامج كتير جدا متاحة على الانترنت ممكن انزلها على جهاز الكمبيوتر بتاعي او ممكن اتعامل معاها اونلاين من غير ما انزلها على جهاز الكمبيوتر. البرامج دي عن طريقها بقدر ان انا اعمل انفوجرافيك بشكل بسيط وسهل جدا 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 جدا. من ضمن البرامج المجانية دي برنامج اللي هي الظاهرة قدامكم دي او المواقع المجانية دي، موقع كانفا ده مهم جدا اللي هو CANVA، ده موقع مهم جدا وسهل جدا استخدامه وبيمكنني ان انا اعمل انفوجرافيك. برضو في موقع تاني اللي هو الفيزولايز برضو من المواقع المهمة او المجانية اللي عن طريقها بقدر ان انا اصمم انفوجرافيك. برضو من ضمن الاسباب اللي ساعدت على انتشار الانفوجرافيك وشيوعه سهولة وسرعة نشره على شبكات التواصل الاجتماعي. زي ما شفنا ان مثلا بينزل لي كل يوم انفوجرافيك خاص باعداد المصابين من كورونا واعداد الوفيات وما شابه ذلك، احنا بنقعد نعمل ايه زي ما انا بعمل معاكم كده، بقوم واخده كوبي وبيست او بعمله فورورد واشيره على صفحات الفيسبوك او على الجروبات اللي موجوده في الفيسبوك، فسهل سهل تشهيره او سهل مشاركته في شبكات التواصل الاجتماعي. في ملحوظة مهمة جدا عايزكم تعرفوها: اذا تم عرض ناتج تصميم الانفوجرافيك طبعا ممكن اعرضه على ورق واطبعه او على الكمبيوتر، لو تم عرضه على وسيط ورقي على ورق عشان اعلقه على الجدران او الحوائط، ففي هذه الحالة بيعد وسيط بصري غير معروض. ليه؟ لان انا مش محتاج هنا جهاز علشان اعرف المحتوى بتاعه، فلا يوجد داعي هنا لاستخدام اي اجهزة للعرض والاستفادة من محتوياته. اما اذا تم الانتفاع من الانفوجرافيك عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثلا على سبيل المثال، فان في هذه الحاجة انا بحتاج لجهاز لعرضه اللي هو الهاتف الذكي بتاعي او الكمبيوتر بتاعي علشان افتحه واطلع عليه. شكرا والتقي بكم في الجزء الاخير من محاضرتنا النهارده.